أعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا أن هناك صوت أزيز يزداد وضوحاً، ويعتقد أنه ينبعث من الصندوق الأسود لطائرة ليون إير الإندونيسية التي سقطت في البحر هذا الأسبوع. وأضاف ذات المسؤول أنه تم إرسال مركبة تعمل عن بعد حيث رصدت كتلة ضخمة في قاع البحر يعتقد أنها جزء من جسم الطائرة.